فرانسوا سلطان، تعرف كل ما اشوف السيارة هذه بتذكر مقولة بقتبسها من فيلم. ايه هذا الفيلم المقولة ايش هي؟ كودزيلا 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 جي تي ار. جي تي ار يعني اسم غني عن التعريف، لدرجة إذا بدك بتلاحظ نيسان قد ما اقتنعت بالجي تي ار ما عدت تشوف ولا باج لنيسان على السيارة. هي جي تي ار يلي كسرت كل الأرقام القياسية ويلي حققت للشركة اليابانية اسم كتير عالي على المستوى الرياضي. هي عندها الاسم ولكن مع الجي تي ار الجديدة تطور هالاسم أكتر وأكتر. هذه السيارة غيرت قوانين سباقات، غيرت فكر عالم كثيرة. بدأت من السبعينات بأيام ما كان اسمها فقط جي تي ار، وبعدين الار 32 والار 33 اللي طبعا كل من لعب جراند توريزمو اكيد ساقها مره ومرتين او يمكن 50 مينيمم يعني، ولين ما وصلنا الى الار 35 اليوم. بدات بالار بي 26 كماكينه ان لاين 6 سلندر او ماكينه بالطول 6 سلندر توين توربو، واليوم ماكينه في 6 يعني معنا عندك تورك اكثر وعندك اداء افضل للسياره هذه. وهيدي السياره تحديدا اذا بدك هي كانت الحلم للسيد كارلوس غصن يلي هو من بعد ما استلم نيسان وعمل لها الريفايفل بلان، هذه السيارة كانت حلم، كان بيحلم انه أول شيء كبير بده يحققه بالشركة غير انه انتشلها انه يرجع يحط الجي تي ار بهالشكل الجديد. طلب من مهندسينه انه بدي سيارة معكم بادجت 300 مليون دولار مش أكثر. ما فتح لهم إياها لأنه لو فتح البادجت أكثر أنا بتصور كان صار عندنا طيارة مش سيارة تطير بالضبط. إكزاكتلي 100%. وحتى المهندسين يعني كان عندهم تحدي بالنسبة لهم إنه بهذا البادجت بدنا نعمل سيارة غير شكل. شوف هم اتبعوا كونسبت بدأوا فيه الألمان، تمام؟ فورم فولوز فانكشن، أو الشكل بيتبعوا نتيجة هذا الشكل. يعني كل فتحة من هذه الفتحات حتى السبلتر الأمامي كل شيء له وظيفة، حتى الفتحات اللي خلف أو اللي هي على الرفرف وخلف الكفرات لها وظيفة تخرج الهواء الحار حق الفرامل وحق الانتركولر وتبعده على أساس السيارة تصير أبرد. حتى هذولا الاثنين الفتحتين اللي هنا ليش؟ عشان تغذي البايبات اللي داخل للتوربو، وبالتالي يصير الهواء اللي داخل التوربو أبرد، بالتالي يكون أداءها خلينا نقول مش أفضل ولكن ثابت. أنا عم بتطلع بالواجهة الأمامية اللي عم تقوله 100% مزبوط، يعني واجهة أغلبيتها بمعظمها فتحات. شو رأيك نشوف المحرك؟ نشوف المحرك مش غلط، هيدا القلب النابض بالسيارة. صحيح، وهذا طبعاً الـ VR 38 اللي انشهر بأدائه العالي. وطبعاً ما ننسى هذه العصاية اللي هي إلى اليوم لا يمكن أنها تتلغي. ليش؟ لأنه بتعمل وظيفتها، خفيفة الوزن. خفيفة الوزن هيدي أهم شيء، وما في هالدرعات اللي قدام اللي ممكن تخرب بكرة وممكن ما تفتح وتفتح كبوت وتطيح لحاله وكذا. بتعرف أنا إيش بلفت نظري بس أطول في هذا الموتور؟ شو؟ التوقيع اللي هناك. أوه، تعرف تقرأ الاسم؟ أنا بالنسبة أنا في الياباني ضعيف شوية طال عمرك. هاند بيلت باي إيزوني شيويا. إيه هذا كان معي بالمدرسة بس ترك بدري راح اليابان راح يعمل جي تي ار. بالضبط، محرك مصنوع باليد بالكامل، يعني زيرو توليرنس. بدي خبرك شغلي عن محرك انا شفته بعيوني. قل لي وين انظف محل معقول تشوفه بحياتك؟ مستشفى. مستشفى يعني النظافه وبتكون معقمه دقيقه، بس فتنا على الغرفه اللي عم بيصنعوا فيها المحرك انظف، يعني عشوائي رح يغطوه لك من راسك لكعب اجريك حتى إذا تفوت ما تنقل لا غبرة ولا شيء. عم بيشتغلوا بطريقة يدوية أنا مش شايف مثلها. ولا ننسى كمان أنه هذا المحرك اليوم بيوصلوه إلى جماعة التعديل، يقول لكم أنتم أكيد طبعاً بتوصلوه إلى 2000 وأكثر حصان. صح، تخيل من بلوك زي هذا. على هالسيرة أيضاً بدي أقول لك شغلي، ألفونسو ألبايسا اللي هو مدير التصميم عند نيسان على هامش الـ أي موتور شو مؤخراً بال 2018 قال أنه الجي تي آر الجاية ما حكي شيء عنها ابدا 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 توب سيكريت، بس قال شغله وحده انه الجي تي ار الجايه رح تكون اسرع سياره موجوده على الكره الارضيه. وانا سمعت انها بدها تكون هايبريد. كل شيء صار وارد، يعني ممكن جدا تكون هايبريد، ممكن ما تكون هايبريد، ممكن يفوت الكهرباء عليها، ممكن كل شيء صار وارد مع التكنولوجيا الحديثه. بتعرف سلطان كل اللي حكينا عنه اليوم على متن هالسياره المنافسه سعرها بالمملكه العربيه السعوديه بتعرف قد ايه؟ في الأربعميات أتوقع 430 ألف ريال سعودي. سعر جداً جميل على أدائها
ومكانها في السوق والمنافسين حقونها، فهذا اكيد احسن.